مساء الخير يا ولاد، مرحبا بكم في هذه الحصة اللي رايحين نديروا فيها العمليات على الكسور الخاصة بسنوات أو مستوى ثانية متوسط. دونك الجزء الأول يعني لا فيديو هذه رايحين نديروا فيها جمع كسرين. كيفاش نديروا جمع كسرين؟ دونك هنا كما راكم تشوفوا يا ولاد، المثال الأول نقرب الفيديو باش تشوفوا مليح لا كاميرا بليتو. دونك 3 زائد 3 على 2 زائد 4 على 2. هنا كما راكم تشوفوا هنا بالنسبه للحاله الاولى، باسكو كاين ثلاث حالات، مجموع كسرين لهما نفس المقام. هنا 3 على 2 مقامه 2، 4 على 2 مقامه 2، هذا هو البسط. دونك مجموع كسرين لهما نفس المقام، واش نديرو؟ القاعدة تقول نقوم بجمع البسطين معا ونحتفظ بنفس المقام، يعني نحطو 2 واحد برك، خطرة مرة برك، منديروش 2 زائد 2، وهنا في البسط نديرو 3 زائد 4. نجمع البسطين معا ونحتفظ بنفس المقام، نديرو خطرة برك المقام هذاك. ثم 3 زائد 4 يساوي إلى 7 على 2. هذا بالنسبة للعملية الأولى. نديرو مثال آخر، 5 على 4 زائد 9 على 4، مجموع كسرين لهما نفس المقام، واش نديرو هنا أيضا؟ نديرو نجمع البسطين معا ونحتفظ بنفس المقام، نحطو 4، ما نديروش 4 زائد 4، نديرو 4 خطرة برك، ويساوي إلى 14 على 4. هكذا باش تشوفوا النتيجة. المثال الآخر، 2 على 7 زائد 2 على 7، مجموع كسرين لهما نفس المقام. في هذه الحالة عندنا نفس البسط بالصح لا يؤثر، حنا المهم يكون نفس المقام باسكو رانا في مجموع كسرين، نشوفوا دائما للمقام، نحتفظ بنفس المقام. هنا ما نحطوش 2، لا نحتفظ بنفس البسط، نديرو 2 زائد 2 داكور، دائما البسوط نجمعها ويساوي الى 4 على 7. فوالا المقامات، حذاري ان تجمعوها داكور. هذا فيما يخص مجموع كسرين لهما نفس المقام. ثم نديرو الحالة الثانية، مجموع كسرين مختلفة المقام داكور، البسطين ما رحناش فيهم، لا ننظر إلى البسطين، نرانا في المقامات فقط. مثال الأول، 2 على 3 زائد 5 على 4، البسطين المقامين مختلفين، البسط لا ننظر إليها. دونك هنا الطريقة الأولى، ندير لكم طريقتين. الطريقة الأولى واش نديرو؟ نأخذ الكسر الأول، تكتبوه هكذا نتوما، هكذا نأخذ الكسر الأول نعيد كتابته، وهنا نعيد كتابة الكسر الثاني، تبعوا مليح معايا. ثم هنا نديرو الضرب، ماذا نفعل؟ الكسر الأول كل من بسط ومقام الكسر الأول نضربهما في مقام الكسر الثاني في 4، ثم كل من البسط والمقام تاع الكسر الثاني نضربهما في مقام الكسر الأول. دونك هذو نضربوهم في هذا، وهذو نضربوهم في هذا، تساوي دايما نتوما حطوا المساواة تحت المساواة. نزيد ديرها هكذا باش ما نتريعلكمش. 2 في 4 8، 3 في 4 12، زائد 5 في 3 15، 4 في 3 12، ولينا لهذيك لهنا الحالة، مجموع كسرين لهما نفس المقام،
هو مجموع بسطيهما ونحتفظ بنفس المقام ويساوي إلى 23 على 12. شوفوا مليح على هذه الطريقة. الطريقة الثانية نديروا هذه مباشرة بالطريقة الثانية. واش تقول الطريقة الثانية؟ 2 على 3 زائد 5 على 4 تساوي واش نديروا هذه؟ هذه أسهل، نأخذ هذا في هذا، 2 في 4 ثم زائد البسط في المقام. بدأوا دائما هذاك تاع لا غوشة، هذاك في اليسار، البسط في المقام زائد البسط في المقام على المقام في المقام. 5 في 3 على 3 في 4، البسط الأول في المقام الثاني زائد البسط الثاني في المقام الأول على المقام الأول في المقام الثاني. 2 في 4 8، 5 في 3 15 على 12. هنا كتشوفوا هذه المرحلة هي ليك، معناتها هذه الطريقة هي أسهل، أسرع، أسهل وأسرع. تساوي إلى 23 على 12 ولكم الاختيار. ثم المثال الآخر، نديروا مثال آخر. تسعة على خمسة، تسعة على خمسة زائد تمانية على سبعة، مجموع كسرين مختلف المقام. دونك قلنا الطريقة الأولى، هنا بالطريقة الأولى نأخذ الكسر الأول في مقام الكسر الثاني يعني في سبعة، زائد الكسر الثاني في مقام الكسر الأول وتساوي، عفوا، تسعة في سبعة يساوي إلى 63، خمسة في سبعة 35، تمانية في خمسة 40 على 35. ثم نجمعهما مجموع كسرين لهما نفس المقام، نجمع البسطين معا ونحتفظ بنفس المقام ويساوي إلى 103 على 35. نفس الطريقة، عفوا، نفس العملية لكن بالطريقة الثانية. تساوي، نديرو خط كسر واحد فقط، نديرو البسط الأول في المقام الثاني زائد هذا في هذا. بالك تبداو من البسط الثاني، دائما البسط الأول، البسط الثاني في مقام الأول، عفوا هنا سبعة، سبعة ثم ضرب المقامين يساوي. انا كنت تشوفوا تقولوا لي يا استاذه هنا في الاول في الطريقه الاولى درتي، لا درتي عاودتيهم مرتين. لا ما عاودتهمش مرتين باسكو حطيتهم هنا كاين كسرين، داكور، كاين كسرين هنا ومن بعد حطيتهم في نفس المقام، يعني بيسك كيف كيف 5 في 7 و7 في 5 هو نفسه، هنا حطوهم تحت خط الكسر واحد فقط ما كانش جوج. دونك داروا واحد كوم سي داروا مجموع كسرين لهما نفس المقام وبحطوهم نحتفظ بنفس بنفس المقام ونجمع البسطين معا. دونك هنا 63 زائد 40 يساوي الى 103 على 35. هذه بالنسبه لمجموع كسرين مختلفه المقام.
دونك هنا راني نشرح برك بامثله، ومن بعد في الحصص القادمه كي نكملوا كامل العمليه تاع الكسور ان شاء الله نديروا تمارين، حصه تمارين. voilà. دونك المثال عفوا الحاله الاخرى، مجموع كسرين مقام أحدهما مضاعف للآخر. هذه هي الحالة الثالثة والأخيرة، مقام أحدهما مضاعف للآخر. دونك هنا نعطيكم مثال، 3 على 2 زائد 5 4 مجموع كسرين مقام أحدهما مضاعف للآخر. هنا 4 هو من مضاعفة 2. كي تكون هذا في هذه الحالة بإمكانكم إنجاز الطريقة السابقة، تقدروا ديروها، كيما تقدروا ديروا طريقة أخرى ثالثة. هنا كي يكون في هذه الحالة كي تشوفوا المقامين أحدهما مضاعف للآخر، ماما ميتيسيو عزيزيو، كي تشوفوا مقام احدهما مضاعف للاخر واش ديروا؟ تبدلوا غير هذاك المقام ديالو الصغير، يعني 3 على 2 هذا نبدلوه، وهذاك المقام ديالو كبير هذاك المضاعف نخليوه كما كان ما نمسوش. دونك هنا واش نديروا؟ 2 باش يولي 4 نضربوه في 2. دونك ولا في القاعده الرياضيه اللي ضربنا احدهما البسط والمقام في عدد يجب ان نضرب الآخر في نفس العدد، يعني ضربنا هنا المقام في 2 يجب أن نضرب البسط أيضا في نفس العدد باش يبقى نفس الكسر، مفهوم؟ دونك هذا نخليه هذاك المقام ديالو كبير نخليه كما كان، وهذاك المقام ديالو صغير نغيره نرجعه إلى نفس المقام الآخر. هنا يولي 4 يولي 4 دونك 6 و5، يعني كتبناهما على شكل مجموع كسرين لهما نفس المقام، رجعناهم لنفس المقام. وهنا القاعدة سهلة جدا، ويساوي إلى 11 على 4. أماما أماما وي ماما يا زيزيو سي ميتاسو سي. نعطيكم مثال آخر، هنا 8 على 24 زائد 7 على 6. هنا 24 من مضاعفة 6. دونك واش نديرو؟ الكبير نخليوه كيما كان. هنا كيما راكو تشوفو يا أولاد الكسر هذا لهذاك، يعني المقام ديالو كبير. دائما مهم جدا في الرياضيات أن تحتفظوا بترتيب الكسور ولا مجموع الأعداد. كي تقراو المجاميع من بعد مهم جدا 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 أن تحترموا الترتيب. يعني واش حبيت نقول في الترتيب هذا؟ يعني 3 على 2 هو الكسر الأول، ثم يليه 5 على 4 ماشي أكبر في الترتيب، يعني الكلاسمون هاو جا في المرتبة الأولى وهذا جا في المرتبة الثانية جا من بعد. ومن بعد كي درت توحيد المقامات خليت هكذاك، ما قلتش زعما سنان بيسك هذا المقام ديالو كبير نكتب قبل 5 على 4 الأول. وعلاش؟ باسكو في الجمع صحيح الجمع تبديلي، لكن في الطرح ليس تبديلي. في الطرح لو كان تبدلو تغلطو، مفهوم؟ دونك هنا تاني 8 على 24 كان هو الاول، دونك نكتبوه الاول، ومن بعد 7 على 6 يجي من بعد هو الثاني يجي الثاني. دونك هنا 6 باش يولي 24 نضربه في 4. دونك البسط أيضا نضربه في 4، ثم 8 على 24 زائد 7 في 4 يساوي إلى 28، 6 في 4 24، ورجعناهم إلى مجموع كسرين لهما نفس المقام يساوي إلى 36 على 24. فوالا. دونك هذا فيما يخص ملخص تاع جمع كسرين بالنسبة للسنوات الثانية
متوسط، وان شاء الله في الفيديو الجايه نديرو طرح كسرين، نديرو كامل الاخر تاني كيف كيف نفس الشيء كامل الحالات، ومن بعد ندوزو للضرب والقسمه ثم المقارنه تاع الكسور. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ولا كان اي سؤال غير مفهوم ولا حطوا لي لي كومونتير في لي كومونتير اسئله ديالكم، واللي يحب يكونتاكتيني بار ميسنجر يكتب لي الميسنجر، نخلي لكم ميسنجر ديالي، ولا عنده اي تمرين غير مفهوم في كتاب المدرسي ولا هاوليك الميسنجر ديالي هلا، ولا عنده تمرين، ولا كاش واحد عنده تمرين غير مفهوم يقدر يبعث لي الصور في الميسنجر، ندير له الحل ان شاء الله. لي فوالا لكل مستويات المتوسط. بالنسبه للكتاب المدرسي عندي فقط عندي غمارك، بالنسبه لكاتريام اني سنه رابعه متوسط عندي من الصفحه 19 فوالا. فوالا وبالنسبه للبريمير اللي عنده تمارين ولا اسئله يبعث لي بار ميسنجر فوالا، باسكو ما عنديش الكتب. ماما ماما فوالا، شكرا لكم.